مرحبا بكم في المكتب ديالي اللي كنعتبره مكتب جميع الصحفيات والصحفيين. بطبيعة الحال انا كنرحب بكم دائما وفي كل وقت. الموضوع علاش بغيت نتواصل مع الرأي العام كيتعلق بواحد التعقيب ديال واحد التصريح ديال محمد زيان النقيب السابق في منتدى النقاش المجاني. هذا منتدى النقاش المجاني اللي معروف بسبيس، تيكون في مواقع التواصل الاجتماعي، كيكون في تويتر بالضبط، كان بتاريخ 18/3/2022 حول موضوع النضال الحقوقي بالمغرب بين الواقع والآفاق، من تنظيم الحقوقي محمد الهندوس. وهذا السبيس تفتح من باريس، يعني من خارج الوطن، عرف عدد من المشاركين، حوالي 700 مشارك ومشاركة، ولكن المتدخلين يتعلق الأمر بوالدي عمر رادي وزوجة ريسوني وعفاف برناني وهبة خرشيش حسب تصريح النقيب السابق محمد زيان، وكذلك محمد زيان وجمال بن عمر. خلال مداخلة محمد زيان النقيب السابق أثار الكثير من النقاط، الكثير من المعطيات، الكثير من الملاحظات أو الكثير من التعقيبات التي لا يمكن أن نجعلها تمر على مسامع 700 مشارك ومشاركة دون توضيح في إطار تدبير ثقافة الاختلاف، لأن كل من يدعي النضال الحقوقي أكيد بل من واجبه أن يتقبل الرأي والرأي الآخر. وفي إطار حرية الرأي والتعبير اللي احنا مؤخرا رجعناها محور جميع الحقوق والحريات، وكأن لا حقوق أخرى في منظومة حقوق الإنسان، ومن أهمها الحق في الأمن الذي أصبحنا نعصف به بشكل علني، وحقوق الضحايا والكثير من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان أصبحت في خبر كان بالنسبة لبعض المناضلين الذين يعلمون النضال في 5 أيام. نضال جديد، نضال فاست فود، نضال سريع، نضال مواقع ديال التواصل الاجتماعي، نضال الفضاءات الافتراضية، النضال المبني على تجيش المشاعر واستغلال ضغوطات نفسية والاجتماعية التي يعيشها المواطن والمواطنة المغربية أو جميع البشر أينما حلوا وارتحلوا. هذا النضال اللي ما يمكن ليش نوصفه بنضال، ولكن هم يصفون أنفسهم بالمناضلين. نضال بدون تاريخ، بدون محطات جريئة قوية تحمي بنيان الوطن ومؤسساته وتسعى إلى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية لجميع المواطنات والمواطنين والبيئية أيضا. اليوم اللي كنشوفوا ناس كتخرج خارج أرض الوطن تجند نفسها لتوجيه السب واللوم والشتم والتشهير والسب والقذف وكل ما يمكن أن يعتبر إخلالا في القانون الجنائي. ثقافة الانتقاد من أجل الانتقاد، المنطق الهدام، وهذا من بين التصريحات اللي جات ديال السيد محمد زيان، الأستاذ محمد زيان النقيب السابق، الذي قال أو ناشد المغاربة المتواجدين في دول أخرى أن ينشئوا مواقع تواصل اجتماعي بالمواقع، يعني مواقع بالتواصل، يعني مواقع بمنابر مختلفة أو بمواقع مختلفة ديال لي ريزو سوسيو. قال لهم باش ديروا المعارضة، قال لهم يجب على النشطاء المغاربة المقيمين بالخارج تنظيم أنفسهم لإنشاء مواقع إلكترونية للمعارضة في الخارج، مع العلم أن هذا النوع من الإعلام يعني كينجح في التأثير بشكل أكثر سهولة على المغاربة من الداخل. شنو نسمي هذا؟ هذا هو النضال وقواعد النضال. هذه هي كيف تتعلم النضال في 5 أيام أو في 10 أيام، كيف تصبح يعني مناضلا بسرعة قياسية، دير واحد الموقع ما تكونش عليك الرقابة،
ما تكونش تحت سلطة وسيادة دولة ديالك، ما تكونش تحت رقابة القانون الذي يوحدنا ويجمعنا جميعا والذي من أجله نتعايش داخل هذا البلد. لأنه ما يمكنش حنا نهار قررنا كبشر، ماشي كمواطن مغربي أو مواطنة مغربية، كبشر أن نعيش في كنف الجماعة تحت ما يسمى بالعقد الاجتماعي. كان القانون هو الفيصل بيني وبين الآخر. القانون يجب أن يوفر لي ولك الحماية بشكل متساوي حسب القيم الدستورية وحسب النظم الحقوقية أو النظم القوانين الحقوقية عبر العالم الموافق الدولي لنظم حقوق الإنسان. ما يمكن ليش أنا اليوم نشجع على خرق القوانين وتسويق طرق الاحتيال على القانون بإنشاء منابر أو بإنشاء مواقع إلكترونية خارج الوطن من أجل التوجه بسهام اللوم وسهام الهدم وسهام يعني الانتقاد وسهام المس بالأعراض وسهام المس بالحياة الخاصة للناس. هذا أسلوب مرفوض. اللي بغى يدير المعارضة كيديرها من بلاده. علمونا الناس المناضلين الحقيقيين اللي عطوا دمهم فداء لهذا الوطن وعطوا حياتهم ووقتهم من أجل أن ننعم بالقليل من القوانين الحداثية التي نتعايش بها ومن خلالها اليوم. هاد الناس هادو علمونا أنه المناضل هو اللي تيوزع الثقافة ديال السلم والأمان، اللي تيكون عنده أهداف إنسانية وقيم إنسانية رفيعة المستوى باش نعيشوا في هاد المجتمع في واحد الاحترام فيما بيننا. ما علموناش نخرجوا خارج أرض الوطن ونتوجهوا بسهام الهدم المؤسسات ديال الوطن. علمونا الغيره والحب على هاد البلاد، ما علموناش اننا ما يكونش عندنا كبده وما تكونش عندنا حب الوطن ديالنا. من بين ما جاء في هذا الكلام اللي اعتبرته خطير وخطير جدا وما رضيتش نسكت عليه، ماشي حيت انا مناضله، بزاف عليا نكون مناضله، فقط امارس حقي في التعبير كما مارسوهم حقهم في التعبير ورفضوا تدخل من يود مجابهتهم او مناقشتهم. يعني هما كيرفضوا الناس تناقش معاهم، حيت ملي كنقولوا حريه راي التعبير خص يكون داك الجدل الفكري، داك الاختلاف ديال الاراء والافكار. قال لك يمنحوا المغرب سنتين لحل ازمته الداخليه والا سينفجر الوضع وتنقسم المملكه الى 25 او 60 دويله. واش هذا كلام منطقي؟ تقول المغرب عندك سنتين وثلاث سنين شد المغرب؟ راه دولة، راه مملكة بقرون من الزمان، راه تاريخ. اليوم حتى في الدراسات التاريخية ولاو تيديروا هذاك ربط التاريخ بالحاضر لإعطاء لمحة المستقبل واستشراف المستقبل. من أين لكم يعني بهذا التحليل؟ وكيف استشرفتم هذا المستقبل وعطيتو سنتين؟ والعلم لا زعما سهل. منين نجيو نقول بان الشبكات ملعب كره القدم في مولاي عبد الله ليس لها علاقه بكره القدم بردت فعل ديال الضغط الاجتماعي؟ وراه كاع الناس كتعاني الضغط الاجتماعي، شكون فينا ما تيعيش الضغط الاجتماعي بعد الجائحه وما نعيشه من حروب؟ من فينا لا يعيش الضغط الاجتماعي؟ ولكن هل الضغط الاجتماعي مبرر للجرائم؟ هل الشخص الذي يعاني من ضغط نفسي مع زوجته من حقه ان ينفس او يخفف من ضغطه النفسي باغتصاب النساء لان الزوجه ديالو كتمتنع في البيت؟ هل اللي كيعيش ضغط نفسي ما عندوش امكانيات باش يعيش واحد المستوى من حقه يسرق المواطنات والمواطنين باش يخفف الضغط الاجتماعي والنفسي اللي كيعيشو؟ واش واحد عنده ضغط اجتماعي يمشي يخرب الممتلكات العامه والخاصه ديال الدوله وديال المواطنات والمواطنين ويعتدي على الحرمات ديال الاجساد ديال البنات اللي كانوا حاضرين في الملعب؟ واش حنا نبغيو هادشي نشوفوه نبغيو نتعايشوا معاه؟ كيفاش كتصرف لنا خطاب العنف والكراهيه والتمييز بهذه الطريقه وتعتبروا ذلك نضال؟ بقاو نكذبوا على بعضياتنا. واش اللي تيقول لك حل المؤسسات الامنيه؟ لانه تيقول لك المواطن والمواطنه المغربيه اليوم الا بغاو يعيشوا في يحسوا بالتغيير خصو يتم حل المؤسسات الامنيه. هل هناك دوله في العالم تعيش بدون مؤسسات امنيه؟ كيف سنوفر الأمن للمواطنات والمواطنين بدون مؤسسات أمنية؟ أنا كنحشم وأنا أرد يعني على هذه المسألة بالضبط، يعني حل المؤسسات الأمنية ما فهمتش. واش بغينا نعيشوا في الفوضى؟
عمركم شفتوا شنو مناضل يسعى ويناشد بحل المؤسسات الأمنية والعيش في الفوضى؟ كاين شي دولة ما فيهاش مؤسسات باش يقول لنا احنا ثورة الملك وشعبيه؟ ما عندنا ما نديرو بمؤسسات، ما عندنا ما نديرو بالأحزاب، ما عندنا ما كاين مشكل مادام الرجل لا يؤمن لا بالاتجاهات المختلفة للفكر والتحليل، ولا يؤمن بالفكر البناء واختار الاصطفاف الى الفكر الهدام. ما كاين مشكل. لماذا كنت وزيرا لحقوق الانسان وتقول يستقل؟ غنعتبروا استقالة نضال، واخا وجودك على رأس الحزب الليبرالي المغربي اللي أصبح الحزب المغربي الحر، ماذا صنعت به؟ حزب فيه ناس، ماذا صنعت به حتى تسمح؟ لأنه الإنسان اللي باغي يدير سياسة كيخصو يعطي نتائج ملموسة على الساحة السياسية، بها يستطيع أن يتزايد على الباقون. ما هو رصيدك السياسي من خلال مسار لا ديمقراطي تزعمت فيه هذا الحزب لمدة 17 سنة دون تناوب أو التشارك مع باقي الأطر والفعاليات الشابة والمتألقة داخل حزبك؟ 17 سنة وأنت تمارس الديكتاتورية بالاحتفاظ على هذا الكرسي. واليوم أسائلك كمواطنة مغربية، تخبرني بأن المغرب سيتقسم إلى دويلات، وتخبرني أن المؤسسات الأمنية يجب أن يتم حلها، وتخبرني أن الفوضى والشغب في الملاعب له مبررات. قل لي اليوم، أخبرني ما هو رصيدك السياسي على أرض الواقع، وما هو رصيدك الحقوقي وملفاتك المطلبية ومقالاتك الراقية وكتبك ومؤلفاتك الشهيرة التي تعتبرها يعني منتوجا ملموسا للقول بانني مناضل حقوقي. راه ماشي من هب ودب اليوم له الحق ان يصف نفسه بالمناضل وهو يحمل فكرا متطرفا او داعيا للتمييز والكراهيه والعنف. التعامل الاسكيزوفريني حتى مع الدين. هنا سأثير المسألة التي حركت في جميع المشاعر ديال الألم والمشاعر ديال التقزز والمشاعر ديال الاستفزاز أيضا. ليس لأنني امرأة أو محامية ديال الضحايا ديال اعتداءات الجنسية، لا، لأنني بشر. أنا ما كنهضروش بامرأة أو رجل، لأنني إنسان. كل هو إنسان بغض النظر عن نوع جنسه ذكر أو أنثى، يجب أن يكون حاملا لقيم إنسانية رفيعة. راه نهار اللي قلوبنا تفرغ من العطف ومن الحنان ومن المحبة، راه سلام على هذا المجتمع والسلام على مستقبل هذا الوطن. راه ما يمكنش يكون واحد العلاقة بيننا وبين هذا الوطن إلا ما كانتش بيننا وبين هذا الوطن الحب. والحب راه ما تيجيش من الفراغ، كيجي من مشاعر كنخدموا عليها عبر سنين. كما كتحب ولادك كتحب بلادك، تحب حتى الملك ديالك، ماشي عيب. العيب هو يكون قلبك عامر بالاحقاد وتصفيه الحسابات الضيقه ويعني استغلال القضايا الوطنيه وقضايا ضحايا الاعتداءات الجنسيه من اجل تصفيه حسابات ضيقه تخصك ولا تخص غيرك. ما نزيدوش على بعضياتنا التاريخ ويتحدث عن نفسه. فبالامس القريب كنت ترافع ضد مناضل حقيقي، الكاتب الوطني للنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نبيل الأموي وغيره. منين جيتي الملف ديال توفيق بوعشرين لتناصره أو تدافع عنه؟ هذاك حقه، ونشد على أيادي الدفاع أينما كان. احنا كنقول بأن أي متهم يجب أن يتوفر له ضمانات وشروط المحاكمة العادلة ويكون عنده دفاع، ولكن بصدق، ماشي بالأكاذيب والكلام الساقط والحاط من الكرامة، ماشي بتحريف المعطيات وترويج المغالطات. واليوم يستمر هذا المسلسل
علاش قلت الدين؟ يستمر هذا المسلسل بالإساءة إلى موتانا. اذكروا أمواتكم بالخير. كيعجب بعض الذكوريين من الدين غير تعدد النساء، أو كيعجبهم من الدين تمتع بالنساء، ويكرهون في هذا الدين الالتزامات. من واجبنا أخلاقيا ودينيا احترام الموتى، باش يجي يقول بأن إحدى ضحايا أبو عشرين اللي توفات، لن أذكر اسمها، ضمانا لحق في النسيان لها لعائلتها، وحتى دوك الضحايا الأخريات عندهم الحق في النسيان، لأنه من حقوق الضحايا الحق في النسيان وضمان عدم الإفلات من العقاب، لأنه لن يجبر الضرر بعد الدريهمات، يجبر الضرر هو تفهم المجتمع لحالتهم الاجتماعية والنفسية، يجبر الضرر هو القدرة ديالنا كمجتمع على احتضان هؤلاء النساء ومساعدتهن على تخطي المحن اللي ممكن يكونوا عرضة لها، جميع ذكور وإناث، وليداتنا، مستقبل هاد البلاد راهين باحترام القوانين. ما كانوش المناضلين اللي عرفنا واللي كانوا في تازمان مارت واللي دازوا في التاريخ ديال المملكة المغربية كيتحاكموا على مشاهد جنسية مقززة فيها استغلال وبشاعة، كانوا كيتحاكموا على قضايا سياسية وأفكار راقية ومقترحات وملفات مطلبية يشهد عليها التاريخ بمداد من ذهب. ولا اليوم المناضل اللي كيعرف يسب الله واللي تعطى المخدرات بواحد الشكل علني أمام جمهور الناشئين، واللي كيتمتع بأجساد النساء بطريقة أو بأخرى، كنجيو نحطوه في المصاف الأولى ديال المناضلين. كيفاش غنغيروا حنا هاد البلاد بواحد الناس ما قادينش يغيروا حتى نفوسهم، ما قادرينش يتحكموا في شهواتهم والغرائز ديالهم؟ عمركم شي واحد ما كيتحكمش في راسه باغي يغير بلاد؟ وشي واحد اللي فاشل في الأسرة ديالو ما قادرش ينشا أسرة وينجحها ويربي وليدات بواحد مستوى حسن غادي يغير بلاد؟ مستحيل. دونك ما نزيدوش على بعضنا البعض. انا كنتحدث من زاويه اللي كتخصني، اللي هي الزاويه الحقوقيه. انا ما غاديش نقول انا مناضله اجي ولي مناضل، لا، انا اعبر عن موقف اعتبره مساندا لقضيه اؤمن بها، قضيه النساء ضحايا الاعتداءات الجنسيه اللي تعرضوا جميع انواع الاعتداء فيما بعد الاعتداء، يعني تعرضوا الاعتداء الجنسي وبعد ذلك اعتداءات مجتمعيه مختلفه ديال افكار اللي حنا كنقولوا. والله ما كنلوم شي واحد اللي حامل العقليه الذكوريه ومازال ما تخلصش منها، الله يعاونو ويعاوننا ويقدرنا على اننا نساعدوه ويساعدنا اننا نوصلوا لذاك الامن الفكري اللي نقدروا نفهموا الناس ونفهموا مآسيهم ونعذروا الناس ونبعدوا على الكلام في اعراض الناس. الله يعاونو يعاونو ويقدروا على انه يدوز ديك المحنه ديالنا، ما يبقاش هو حبيس واحد الافكار اللي خصها تجدد. ولكن الوم اللي من المفروض انه كيعطي العباره، مفروض انه كيخص يكون يعني الناس تعلم منه، يجي بدا يستعمل هاد القضيه ويستغل هاد العقليه السائده اللي مرتبطه بالتخلف باش تمرر يعني رسائل هدامه تحاول من خلالها تصفيه حسابات ضيقه ذاتيه تتعلق بك فقط ولا تتعلق بالشعب المغربي. الشعب المغربي شكون قال لك الشعب المغربي باغي يقسم بلاده لستين دويله؟ شكون قال لك الشعب المغربي باغي شغب في الملاعب؟ شكون اللي قال لك الشعب المغربي باغي ان المؤسسات الامنيه تنهار ويعيش بدون مؤسسات امنيه؟ شكون اللي قال لك بان المراه المغربيه باغا اي واحد يتعدى عليها في الشارع ليلا نهار؟ شكون اللي قال لك باننا احنا بغينا نعسو في الرعب ونفيقوا في الرعب؟ شكون اللي قال لك تكلم باسمنا؟ من مثلك؟ من كلفك؟ شكون اللي قال لك انت تهضر باسم المناضل وانت بعيد كل البعد عن النضال؟ لان المناضل لا يكذب، المناضل لا يكذب، الرجل كاذب اكثر من المراه. المناضل يحترم مسامع الناس ولا يمرر كلاما ساقطا يخدش الحياء. احنا سمعنا كلام وكلام كثير يخدش الحياء. ما يمكنناش نتحدثوا على مناضل لا يؤمنوا بالديمقراطيه. قالت ما نهضروش على الديمقراطيه، بوتين والصين وهذا ما كاينش ديمقراطيه. كيفاش هذا المناضل يؤذي
امرأة جريحة القلب والمشاعر وهي تحت اليوم تحت التراب، وهي اليوم تحت التراب. يقول لي اتسناي مين تشوفي سيدي ربي عيطي لدوك اللي كذبوا معاك، بأي حقين كتقول عليهم كذبوا؟ وانت وحنا كنا حاضرين وشنا بعينينا الحقيقة. علاش تكذب مازال على المغاربة؟ شنا الحقيقة؟ شنا الاستغلال البشع؟ وفي جميع الأحوال ومهما كان موقفك من القضية، علاش غادي نمشيو نبشو تراب الميت اليوم؟ هذه هي قيمنا وأعرافنا المغربية، هذا هو تاريخ المغاربة الجميل. هكذا كنتعاملوا مع بعضنا البعض، هكذا كنحترموا بعضنا البعض، هكذا بغينا نشوفوا نفوسنا ونشوفوا وليداتنا ونشوفوا مستقبل هذه البلاد. والله ثم والله الا بقينا في هذا المستوى اللي كنعتبره انا منحط مع الاحترام والتقدير كل من يخطئ دون قصد، لان المشكل ماشي في الخطا، المشكل في القصد. انك تغلط دون قصد كيختلف على انك تكون تتخطط لي هدف معين وكتستعمل معطيات مغلوطه من اجل الوصول الى هدف معين، عندك ليه القصد. والله ثم والله ما غادي نعيش ولا في امن لا في امان، ما غنضمنوه لوليداتنا الا بقينا في هذا المستوى، مستوى يعني المنحط، المستوى الدنيء. عرفتي شنو هو المستوى المنحط والدنيء؟ هو نبقاو نهضروا في بعضنا البعض، نشوفوا في بعضنا البعض، ما نحترموش الضحايا، ما نحترموش الام الاخرين، ما نحترموش عائلاتهم. واذا ما بغيتيش ترحم الضحيه، عندك شي موقف معين من شي ضحيه، او لا ما كتامنش بالقضيه، احترم العائلات، احترم المجتمع المغربي. راه كله عائله، راه حنا كلنا عائله بعضنا البعض. ما تنبش في التراب، النبش في التراب مؤلم اتفس بكثير. يعني انا كنعتبر هذيك النبش في التراب اكثر يعني خطوره مما تعرضت له ابان حياتها. أو كيفاش؟ إوا قولوا دابا شنو نديرو؟ ما نرحموا الضحايا، لا هما حيين ولا هما ميتين. ما هذه القسوة التي سكنت بعض القلوب؟ هذه قسوة خطيرة، ما غادي تنفعوا بها لا الضحايا لا المشاريع لا القوانين لا الملفات المطلبية لا التغيير لا المعارضة البناءة. دونك الرسالة الجميع، يعني من يحب هذا الوطن، لانه ما كنظنش ان شي واحد مغربي حر ما كيحبش بلاده، مهما اختلفنا في طرق التدبير والتسيير والبرامج الحكوميه وطريقه نختلفوا حتى نعياو. القواعد المعارضه هي قواعد سياسيه الانسان تيتعلمها بواحد الممارسه، ما كيتعلمهاش بين عشيه وضحاها، وما كيتعلمهاش بالفيسبوك والتويتر ولا انستغرام. المعارضه عندها قواعد ديالها، اللي بغى يدير السياسه والعمل السياسي كيمشي يتعلمو، ما كيمشيش لبرا يدير منبر او يدير موقع الكتروني باش يهدمنا. اليوم حنا مضطرين اننا نوضعوا النقاط على الحروف وتوضيح الموضحات، لان المغالطات لقات بعض الاذان اللي كتسمع، ماشي لانها مقتنعه، لانها عيانه، عيات الجائحه، عيات الجو العام، عيانه الظروف الاقتصادية والاجتماعية، احنا كلنا عيينا. ولكن ارجوكم ارجوكم، واخا نعياو واخا نعياو كاملين، ما نطلقوش المحبة ديالنا او حبل الوصال بيننا وبين الوطن ديالنا، ما نطلقوش، لانه مستقبل هذا الوطن رهين بما نحمل في قلوبنا من محبة. وشكرا. شي واحد عنده شي سؤال؟